السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة 1/0/1442 تاريخ 18 سبتمبر 2020. في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة والساعة العظيمة ساعة استجابة، ومع هذا الوقف العظيم أكبر وأضخم وقف من الأوقاف في محافظة الأفلاج، وقف جمعية أيتام في محافظة الأفلاج. أحبتي الكرام، إذا أردت مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فاكفل اليتيم وشارك في هذا المشروع. إذا أردت أن تكون كالمجاهد في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهذا الوقف يقوم على رعاية أكثر من 200 أسرة وقرابة 1000 يتيم، قرابة 1000 يتيم، وليس رعايتهم نقدياً بل تعليمياً وصحياً واجتماعياً، وتدريبهم وتأهيلهم ليكون نافعين في المجتمع. يا أحبتي الكرام، يحتوي هذا المشروع على فندق 4 نجوم ونادي صحي و13 معرض تجاري. لم يتبقى على هذا المشروع إلا قرابة 5 مليون ريال، 5 مليون ريال. اللهم من ساهم في هذا الوقف ومن نشر هذا المقطع، اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في ماله وولده، اللهم احسن ختامه واعلي مقامه، اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه واشرح صدره ويسر امره، اقضي دينه واشفي مرضه ومريضه، اللهم لا تحرمه خير الدنيا والاخره يا رب العالمين. ساهم بالمال قليلا وكثيرا وانشر هذا المقطع لعله يقع في يد احد المحسنين ويتكفل بكامل المشروع، والله على ذلك قدير. الله هو القادر، الله هو الغني. نشركم ومساهمتكم يا احبه جزاكم الله خير الجزاء.